معنا عبر الاتصال الهاتفي المتنبئ الجوي حسان الجردي. صباح الخير استاذ حسان. صباح الخير، سعد صباحك يا هلا. اهلا وسهلا. صباح الخير، سعد صباحك استاذ. سعد صباحك ميت هلا. كيف الطقس؟ فيك تخبرنا عن طبعا حالة درجات الحرارة، وهل متوقع كمان انه يكون في منخفض قادم؟ هلا في البداية رح اقول صباح الخير من جديد لك لزميلتك للاخبارية السورية. الاجواء بشكل عام تميل للاستقرار باغلب المناطق، مع وجود فرصة ضعيفة لهطولات مطرية خفيفة بالمناطق الجنوبية الشرقية والبادية السورية. درجات الحرارة عم تكون حول المعدل او اعلى بقليل. الاجواء بشكل عام بين الصحوة والغائمة جزئيا، الاجواء الباردة، الاجواء اللي بتشبه طقوس فصل الشتاء باغلب المناطق عم نشاهدها. الاجواء الباردة عم تكون موجودة خلال ساعات الليل، وتحديدا الاجواء اللي عم تكون الباردة بشكل كبير عم تكون خلال ساعات الصباح الباكر باغلب المناطق. نحن عم نتاثر بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي عم يترافق مع تيارات جنوبية غربية بطبقات الجو العليا. هيدي الحالة، الأجواء بتستمر لليوم ولبكرة، ما في تعديل عليها نهائيا. الهطولات المطرية الخفيفة رح تكون ممكن بالبادية، بمدينة تدمر، بدير الزور، بالأبو كمال. احتمال الهطولات المطرية على شكل زخات خفيفة من المطر، احتمال ضعيف ولكن لابد من ذكره. النهار الاثنين رح تكون الهطولات في فرصة للهطول بالمناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، يعني احتمال يكون في هطل مطري خلال ساعات الليل نهار الاثنين بمدينة دمشق، بمحيط مطار دمشق الدولي، بريف دمشق، بالإضافة إلى البادية والمناطق الجنوبية الشرقية من البلاد. درجات الحرارة بتضل حول المعدل أو أعلى بقليل، والرياح عم تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة بالمنطقة الساحلية أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج. بتستمر معنا هذه الأجواء تقريبا حتى قبل نهاية الأسبوع يوم الثلاثاء والأربعاء، يكون في عنا تغير واضح بالنسبة للأحوال الجوية. أما درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 19-11 القنيطرة، 19-10 القلمون المرتفعات الجبلية، 15-6 درعا، 21-11 السويداء، 20-10 المنطقة الوسطى، 5-12-13 عمان، 23-11 منطقة الجزيرة محافظة الحسكة، 23-11 الساحل السوري اللاذقية وطرطوس، 23-12 بالشمال حلب وإدلب، 21-11 دير الزور المنطقة الشرقية الرقة البوكمال، 24-12 وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر، 21-12. هلأ خلال ساعات الصباح الباكر بعض المناطق الداخلية بنحذر من تشكل الضباب، ومنحذر من الفروقات بدرجات الحرارة ما بين الليل والنهار، وخاصة خلال ساعات الصباح الباكر. نعم أستاذ حسان، شكرا لحضرتك، وبنتمنى الصحة والسلامة والحذر لكل حدا عم يشوفنا عبر الإخبارية السورية. يسعد صباحك أكيد.